أهلا بكم في أحوال طقس يوم الجمعة. من المنتظر تشكل كتل ضبابية خلال الصباح بالقرب من السواحل وأيضا بداخل سهول المحيط الأطلسي وخلال الظهيرة. ستظهر سحب غير مستقرة شيئا ما فوق الأطلسي المتوسط والريف مصحوبة ببعض القطرات المطرية القليلة الاحتمال. أما عند الليلة الموالية فالسحب ستصبح كثيفة فوق السحول الشمالية الغربية مع نزول أمطار خصوصا عند النصف الثاني من الليل، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب عموما بباقي ربوع المملكة، وستبقى الرياح شمالية فوق كل من شمال البلاد السهول الغربية والأقاليم الجنوبية للمملكة، بينما ستهب جنوبية ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي بالسفوح الجنوبية الشرقية. أما درجة الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 2 و7 درجات بالمرتفعات وما بين 8 و13 درجة بالسهول، وستكون ما بين 14 و17 درجة بجنوب البلاد، وستكون درجة الحرارة العليا في ارتفاع حيث ستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالساحل المتوسطي وما بين 20 و25 درجة جوار سواحل المحيط الأطلسي وما بين 25 و29 درجة بالسايس والسهول الغربية للأطلس، وستكون في حدود 30 إلى 34 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة. إلى هنا تنتهي أحوال طقس يوم الجمعة، إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as 3 mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, 4 mecs, ils étaient 4. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.